الأستاذ محمد من القاهرة كان بيسأل في الطريق إلى الله بشعر بمعاندة في النفس، بضيق أحيانا، إزاي أتغلب على الموضوع ده، على هذا الصراع؟ نعم. وبيذكر ان في حديث بيقول ان للقلوب ادبار، ان نعم. للقلوب ادبارا نعم. واقبالا نعم. 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 طيب هل يعني موقع الحديث او اولا ثانيا الاجابه على سؤالي؟ الحمد لله يرحمكم الله يا مولانا. الحمد يرحمكم الله. لماذا سمي جهادا؟ ليه بنسميه جهاد؟ جهاد النفس سمي جهادا لان النفس صعب قيادها، تحتاج مسيسة. من أصعب شيء على الإنسان جهاد النفس. أي حاجة في الظاهر سهلة، ده الحرب اللي فيها تقطيع رقاب، اللي فيها قتل، مع ذلك عدنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. قالوا أو جهاد أكبر من ذلك؟ أكبر من ذلك رسول الله؟ قال بلى، جهاد النفس. ولذلك في رواية أخرى أعدى أعداءك إن أعدى نفسك التي بين جنبيك، مش حد تاني. النفس لها حظوظ، وخاصة دي نفسي أنا، صعب تصعب علي. ولذلك حكم القدوس ألا يدخل إلى حضرته أصحاب النفوس، مش هيخش أبدا. النفس اللي بتمنعه، لولا ميادين النفوس ما تحقق سير السائرين. كأن الذي يحول بينك وبين السير إلى الله بيدان من النفس، أنت في حاجة إلى مجاهدة هذه النفس بما فيها من حقد وغل وحسد وكبر إلى آخره من عيوب النفس التي قد لا تنتهي. نفس شهوانية، نفس حيوانية، شيء. نفس يعني عندها الخيال فإذا النفس دي محتاجة إلى إيه؟ محتاجة إلى مسايسة، محتاجة إلى حكمة. كيف تسوس النفس؟ إمتى؟ لما النفس تدبر تجيبها بالراحة، ما تسيبهاش تروح بعيد. وانت لما تقبل تاخدها برضو من غير ما تخليها تزهق، ها؟ زي ما الحديث اللي ذكره، ها؟ فإن القلوب لها إقبال ولها إدبار، فإن أقبلت فتنفلوا، لأن هي مقبلة فأنت بتطلعها لقدام، لأن النافلة إيه؟ طاعات زيادة، أداب، مش فرض عليك. مساحة الحب بقى، مساحة الحب، مساحة الحب. أيوة الله يفتح عليك. ولا يزال يتقرب إلي عبدي بالنوافل حتى أحبه، الله يفتح عليك. مساحة الحب هنا فهي مقبلة، فدخلها في إيه؟ حظيرة المحبة، في مساحة المحبة، في واحة المحبة، فتقوم تاخدها بالأداب دي، بالنوافل حتى أحبه، فتقوم تشوف الأسرار والأنوار ترتقي بعبد رباني ساعتها. أيوة. طب أدبرت، أدبرت، ما تسيبهاش تروح بعيد، هاتها بالحد الأدنى اللي هي إيه؟ الفرائض. الفرائض اللي هي الفرائض، فإيه؟ فالتقم الفريضة بقى، ما تخليهاش تروح بعيد، ما تخليهاش تسرح. فدي مجاهدات، وما سمي مجاهدات إلا لصعوبتها.